السلام عليكم، نكمل المحاضرة الشابتر الثالث خاص بالترانسبورت لاير. حكينا بالمحاضرات السابقة على الابليكيشن لاير وعلى الانترودكشن لل شنو للنتورك بصورة عامة. بهاي الشابتر راح نحكي على شنو؟ راح نحكي على الترانسبورت لاير. والترانسبورت لاير يعني شنو؟ اللي تجي بعد الابليكيشن اللي بيها اشهر بروتوكولات راح نشوف هنا اليو دي بي والتي سي بي. تمام، هاي مجرد يعطيك الاوتلاين مال المحاضره ومهمات. ندي ترانسبورت لاير سيرفيس، نجي على السيرفيس اللي تقدمها منه الترانسبورت لاير. هنا الترانسبورت لاير توفر لك logical communication between شنو؟ between host، between process running on different host. يعني شنو؟ between الاب process تشتغل على الهوست. يعني شلون؟ مثلا انت بالترانسبورت لاير هنا او بهاي الحاسبه عندك شنو؟ فاتح فد ابلكيشن، خلينا نقول فد بالمتصفح، فاتح فد تطبيق، اوكي؟ مثلا يوتيوب غيره، اوكي. وهنا السيرفر موجود مال يوتيوب، اكو اتصال يصير، توفر لي اتصال، مو هنا اكو سيرفيس مشتغله او بروسيس مشتغله، هنا بروسيس مشتغله، تمام. الترانسبورت شو توفر؟ توفر لك اللينك بين ذني اللوجيكال كوميونيكيشن، او اللينك اللوجيكال بين منو؟ بين هاي البروسيس موجوده بالسيرفر وبين البروسيس الموجوده وين؟ بالكلاينت. بين البروسيس الموجوده وين؟ بالكلاينت. يوفر فت كونكشن عفوا لوجيكال كوميونيكيشن بيناتهم، توفر لي شنو؟ لوجيكال كوميونيكيشن بيناتهم. اكيد الترانسبورت بروتوكول ران ان شنو؟ اند سيستم. يعني شنو اقصد بالاند سيستم؟ يعني الهوستات مثل ما قلنا، او الاند ديفايس، يعني هي اجهزه بصوره عامه. بالسيند سايد يعني انا دا يعني من الكلاينت دا ارسل مثلا طلب، خلينا نقول مسج او شيء، دا ادزها لمن؟ الفت للسيرفر مثلا. فيقول لك المسج ترسل تكون مقطعه. تتذكرون حكيناها باللايرات، قلت لكم انه اكو شيء اسمه بي دي يو، تتذكروا البي دي يو؟ قلت لكم البي دي يو يختلف من لاير للاير. قلت لكم بالترانسبورت اسمه سيجمنت، يعني من تجيني المسج من الابلكيشن شو يسوي هاي الترانسبورت؟ قلت لكم يقطعها، مو صحيح؟ شو يسويها سيجمنت؟ اول شيء تجي مسج يقطعها، وانه شنو يسويها؟ باكت. وين؟ بالنتورك. يسويها شنو؟ باكت بالنتورك. فشو يقول لك يسويها سيجمنت وباس تو نتورك لاير. بالضبط، يسويها سيجمنت، يسويها باس المن للنتورك لاير. يسوي لها شنو؟ للنتورك لاير. ليش؟ لان النتورك لاير شو حتسوي من يجيها السيجمنت؟ راح تيجي تجمعهن، تحطهن بباكت، يعني تسوي باكيت مثل ما نقول، وشنو؟ وترسلهن وين؟ للديتا لينك لاير. اوكي، الديتا لينك شو تسوي له؟ تحط له شنو؟ تحط له فريم وتدزه على شكل بالفيزيكال، على شكل شنو؟ التاتس. هذا نحكي حكيناه بالمحاضرات السابقه، فشي اسمه البي دي يو. زين، الريسيف شو يسوي لك؟ هسه قسمناهم ودزيناها. بالريسيف شو يسوي؟ ري اسامبل، يعني شنو؟ يعيد تجميع او يجمع السيجمنت. وش يسوي؟ حتى ذكرناها بالمحاضره السابقه، قلت لكم انه بيجي عمليه عكسيه، مو بالفيديوهات السابقه، مو المحاضره السابقه عفوا، بالفيديوهات السابقه قلت لكم ما يجي عمليه عكسيه. هو هناك طحن ودزهن، هنا شو يسوي؟ يجمعهن ويسويهن شنو؟ مسج. تمام، هو ايش يقطع؟ قطع المسج، سواها سيجمنت، انه هنا شو يسوي لها؟ يعيد تجميع هذا المسج، يعيد تجميعها وشنو؟ عفوا، يعيد تجميع السيجمنت، وش يسويهن؟ مسج، ويعرضها وين؟ بالابلكيشن لاير، ويعرضها وين؟ بالابلكيشن لاير. هسه هنا أنا اوكي، طبعا اقول لك البروتوكولات الموجوده، عندك تي سي بي وشنو؟ يو دي بي. اكو سؤال هنا أنا من مفتيها هاي الفكره، انه شلون يقطعها الترانسبورت، قطع السيجمنت، والترانسبورت مال الريسيفر شو تسوي؟ تسوي ري اسامبل للسيجمنت، تعيد تجميع السيجمنت، وتسويها مسج، وتعرضها وين؟
في الاب ابلكيشن، بالاب لاير او ابلكيشن لاير. اوكي ان شاء الله عمليه واضحه، واعتقد يعني اذا حضرت الفيديوهات السابقه ستكون سهله ان شاء الله. زين هسه نجي على نجي على اليمن، نجي على الترانسبورت والنتورك. طبعا هي النتورك تجي بعد شنو؟ بعد الترانسبورت. النتورك تجي بعد شنو؟ بعد الترانسبورت. زين الترانسبورت قلنا توفر لوجيكال كوميونيكيشن بين البروسيس اون اند سيستم اون اور اون هوست، يعني يا اما على الاند سيستم اور اون شنو هوست اللي هو نفس الهوست اند سيستم. فيقول لك النتورك لاير لوجيكال كوميونيكيشن بين هوست، الترانسبورت لاير لوجيكال كوميونيكيشن بين بروسيسز، يعني النتورك توفر لوجيكال كوميونيكيشن بين هوست والترانسبورت لوجيكال كوميونيكيشن بين بروسيس. زين خلينا نجي نحلل هسه الترانسبورت، عرفنا شلون البروسيس، عرفنا شلون توفر البروسيس، فشي اسمه سوكت بعدين التفاصيل. المهم هسه الترانسبورت لوجيكال كوميونيكيشن بين بروسيس، عرفنا بين بروسيس تفاصيل بعدين نجيها. خلينا نجي على النتورك لاير اللوجيكال كوميونيكيشن بين هوست. زين شلون هيك تسوي لي يعني؟ اول شيء خلينا نجي الاساس النتورك لاير. نتورك لاير هي شو تسوي اصلا؟ نتورك لاير شو تسوي؟ بيها اي بي واحد، بيها عفوا بروتوكول واحد اسمه اي بي او انترنت بروتوكول. شو يسوي انترنت بروتوكول؟ يعطي اي بي للهوست. زين من يعطي اي بي للهوست شنو وفر لي؟ وفر لي اتصال بين تو هوست، مو صحيح؟ وفر لي اتصال بين تو هوست. اذا نتورك لاير صحيح لوجيكال كوميونيكيشن بين منو؟ بين هوستد هوستس. اوكي بين هوستد بين هوست يعني بين الهوستات او الاند سيستم او الاند ديفايس. اوكي بين الهوستات يكون لوجيكال كوميونيكيشن. شلون يتم اللوجيكال كوميونيكيشن؟ عن طريق اي بي. اوكي عن طريق شنو؟ اي بي. زين زين الترانسبورت لاير يكون لوجيكال كوميونيكيشن بين بروسيسز. البروسيسز شنو اقصد بها؟ نجيها بعدين بشيء اسمه سوكت ونجي على تفاصيلها هسه نشوف ان شاء الله. زين الترانسبورت لاير، الترانسبورت لاير ما تشتغل وحدها، لازم وياها شنو؟ لازم وياها النتورك لاير. الترانسبورت لاير ما تشتغل وحدها، لازم وياها شنو؟ النتورك لاير. هسه نجي نشوف شلون. طبعا بمناسبه الترانسبورت لاير هي توفر شنو؟ توفر بورتات بس. توفر شنو؟ توفر البورتات. توفر شنو؟ توفر البورتات. زين والنتورك شو توفر؟ توفر الاي بي. خليها ببالك الترانسبورت توفر بورت، والنتورك شو توفر لي؟ توفر لي الاي بي. زين هسه انترنت ترانسبورت لاير بروتوكول. اوكي خلينا نشوف. عندنا مثل ما حكينا بالمحاضرات السابقه، عندنا ريالابل بروتوكول، عندنا تو بروتوكول بالترانسبورت مثل ما حكينا، الموثوق والغير الموثوق. زين الموثوق شنو هو؟ التي سي بي. التي سي بي انتبه يكون ريالابل، بس لحظه زين يكون ان اوردر، يكون ريالابل ان اوردر ديليفري. يعني شنو؟ اول شيء يكون موثوق، وثاني شيء يكون ان اوردر. يعني شنو يكون؟ بالتسلسل. يكون شنو؟ بالتسلسل. يعني كل سيجمنت، احنا ليش نشتغل سيجمنت؟ يعني ترانسبورت بها سيجمنت، مو صحيح؟ يقول لك كل سيجمنت ترسل لازم بها تسلسل، بالنسبه للتي سي بي لازم بها تسلسل. زين يعني بها شغلتين، يعني تكون موثوقه وتكون مرتبه، تمام؟ مثلا نص من الواحد الى 10. Conjunction control, flow control, connection setup. هذا شنو؟ نجيها إن شاء الله بالتفصيل. نجيها إن شاء الله بالتفصيل. يعني الريالابل شنو؟ يكون غير موثوق الاتصال، ويكون يعني يقولك شنو؟ ما يهمني أنا أودد. يعني شنو؟ ما مرتب وغير موثوق. يعني أرسل الباكتات أو عفوا أرسل السيجمنتات، التواصل توصل، ما توصل ما يهمني. توصل السيجمنت الاولى، وراها السيجمنت الثانيه، وراها العاشره، وراها الخامسه، ما يهم من الترتيب. المهم شنو؟ المهم شنو؟
ادز. المهم شنو ادز؟ هنا راح احط لك ملاحظه يقول لك جابها. طبعا ها جابها بالامتحان، هاي ملاحظه جابها شنو بالامتحان، تمام؟ جابها شنو بالامتحان، هاي الملاحظه. بس ليش ما ينزل هذا رحمة؟ اوكي جابها بالامتحان هاي الملاحظه. يقول لك انه اليو دي بي هو شنو هو بيست افورت مال منه اي، يعني شنو موافق او يعني يشبه منه، يشبه الاي بي. ليش الاي بي؟ يعني هم انا قلنا هو يشتغل شنو ما يهمه، لانه كلهن هو مجرد يسوي كونكشن وخلاص، هذا هو ما يهمه، تمام؟ فيقول لك اليو دي بي موافق او مشابه لمن؟ لمن؟ للاي بي. موافق او مشابه لمن؟ للاي بي، تمام. هنا يقول لك ديلي، يعني شلون تقول ديلي ماكو، يعني ليش؟ لان هو اليو دي بي اصلا دائما شنو يحاول يقلل شنو، يحاول يقلل الديلي، اوكي. والدليل انه من يسوي ستريم شنو مجرد هو بس يريد قدر الامكان يوصل اسرع، اوكي زين. والباندويث كذلك، الباندويث يعطيك انه مجرد ينقلها بصوره سريعه، ينقلها شنو بصوره سريعه، زين. مثل ما قلت لكم اليو دي بي يكون شنو نظير للاي بي او مشابه له. ملاحظه قلت لكم على شويه الترانسبورت لاير نستخدمها لمن؟ نستخدمها لل عفوا الترانسبورت لاير تعطينا البورت، الترانسبورت لاير تعطينا البورت، والنتورك شو تعطينا؟ تعطينا الاي بي، زين. البورت شو اسوي به؟ ما دام اذا هو بس يعني اريد الموقع، قبل شوي كنا نحكي على موقع نوصل للموقع، وهاي هو مجرد انا عندي شنو؟ مجرد عندي شنو؟ اي بي. شو اسوي بالبورت بعد؟ البورت تحتاجه في حال مثلا السيرفر باكثر من خدمه، مثلا السيرفر يوفر لك خدمه، مثلا خلينا نقول مثلا فيسبوك ويوتيوب، مثلا تقول فلان بورت هو يوفر لي خدمه مثلاً أيد، مثلاً مو يوتيوب، خلينا نقول يوفر لخدمة الـ FTP، مثلاً الـ FTP يوفر لخدمة الـ HTTP. فإذا تستخدم بورت الـ HTTP 80 يفتح لي الصفحة، إذا أستخدم الـ FTP يفتح لي الـ FTP، أوكي. مثل ما أخذنا، وين أخذنا؟ بالسيسكو، تذكرون من أخذنا سيرفر واحد بأكثر من شنو؟ سيرفر واحد بأكثر من خدمة، كان الـ IP شنو؟ كان الـ IP واحد بس، كل ساعة البورت شبيه يختلف، مره شي يكون، مره يكون دي ان اس، مره يكون اتش تي تي بي، مره يكون اف تي بي، مو صحيح؟ ومره يكون دي اتش سي بي، مو صح؟ الخدمه الاي بي بقى ثابت، بس الخدمه تغيرت، والخدمه تغيرت عن طريق شنو؟ عن طريق البورت نمبر. البورت نمبر هو اللي غير الخدمه، يعني البورت نمبر هو اللي غير الخدمه. يعني لما فتحنا بالبراوزر كان يستخدم يا بورت 80، اوكي، وبالدي ان اس بورت الدي ان اس، وبالدي اتش سي بي بورت الدي اتش سي بي، والاف تي بي بورت اف تي بي اللي هنا 21، اوكي، وهكذا، تمام. زين نجي على المالتيبلكسر والدي مالتيبلكسر. هاي انا شنو يعني يقصد بيها حتى تكون واضحه عندك الصوره. المالتيبلكسر انت مو دزيتها، مثلا خلينا نفرض انت دزيت من هنا بيانات من هاي الصفرة يسموها السوكت، شوفوها هاي الصفرة السوكت هاي، وهاي البروسيس هاي الدائرة، اوكي، هاي السوكت هاي والبروسيس هاي، اوكي تمام. فيقول لك ياخذ شنو الداتا من السوكت، يعني هاي وانت زيته اجى هنا وصل لهاي السوكت، اوكي، وصل شنو لهاي السوكت، فانت من دزيته هذا ياخذها من السوكت هاي، شي يسموه المالتي بلكسر، اوكي. يعني باختصار اللي ياخذ يستقبل البيانات، اوكي. اللي عندنا الدي مالتي بلكسر، تمام، هذا وين يكون؟ هذا يعني بالسيندر، زين. الدي مالتي بلكسر هذا يكون شنو هسه، اوكي، هو دزيتهن، انت دزيتهن بالمالتي بلكسر والامور طيبه، زين. أني من أريد شنو
من اريد استقبل المسج، مثلا هاي تنزلها هنا تنزلها زين، اريد اشوف هاي المسج اني هل هي هاي السوكيت تاير، هاي السوكيت تاير، المره رايحه تمام. انا شو سويت اول شيء؟ جمعتهم يعني بالمالتيبلكسر، ايش سويت؟ جمعتهم ودزيتهم تمام. دي مالتيبلكسر اجي شلون اقول افصلها، اجي شنو افصلها، اشوف هاي المسج وين رايحه، يا سوكيت فالهاي السوكيت، هاي السوكيت. فلو اشوف هنا اشر لك، يقول لك هاي نان دي مالتيبلكسر، شو يسوي؟ يقول لك حتى يشوف هاي السيجمنت تروح تكوركت سوكيت، يعني حتى يشوف السيجمنت اللي توصل شنو للكوركت سوكيت، حتى تجيها للكوركت سوكيت. ليش؟ لان السوكيت هو عباره عن شنو؟ شافت انت تفتح تابات، مثلا فتحت يوتيوب، فتحت مثلا فيسبوك، فتحت جيميل، فتحت هيك زين، هذن شنو كل تاب من ذن التابات هو شنو؟ هو عباره عن سوكيت، يعني من يتعامل يعمل يا على سوكيت. كذلك من الدزهن انت يجي يشوف هاي وين عملت ويا سوكيت ويا، تمام. فيجي شنو يسوي لها دي مالت الاكسر. اسمع نجي نشوف التفاصيل بعدين، يعني نجي نشوف التفاصيل زين. هسه شلون يصير الدي مالت بلاكسر؟ شلون يصير الدي مالت بلاكسر؟ انتبه شويه. يقول لك عندك هاي اليو دي بي تي سي بي سيجمنت فورمات، اللي هي بها سورس بورت وديستنيشن بورت، اوكي، بها السورس بورت وديستنيشن بورت، كذلك طبعا بها الاي بي، اوكي، بها شنو الاي بي زين. يقول لك من تستقبل شنو انت ال يعني السورس، او تستقبل السوكت، العفو السوكت شنو محتواها؟ السورس والديستنيشن اي بي. فقلت لك هنا محتواها مثلا بي سوري مرحبت. مثلا يقول لك سورس اي بي ادريس، ديستنيشن اي بي ادريس، اوكي، وكذلك البورت نمبر سورس وشنو وديستنيشن بورت نمبر. هم انا كذلك راح نشوفها بالنص، عفوا نشوفها بالتفاصيل بعدين زين. هسه هنا شنو صار؟ صارت عندي شنو؟ قلت استخدم الترانسبورت لاير ويا من؟ ويا الاي بي اللي هي من هي النتورك لاير. يعني شنو؟ يعني صار الاثنين سويه يشتغلن على السوكت. يعني من اريد اي بي ادريس شو استخدم؟ استخدم النتورك. من اريد البورت نمبر استخدم شنو؟ اريد شنو استخدم البورت نمبر، استخدم الترانسبورت لاير، اوكي، استخدم شنو الترانسبورت لاير. طبعا هاي نجيها بعدين بالتفاصيل، السيجمنت فورمات نجيها بالتفاصيل ان شاء الله، الكل نوع زين. هسه خلينا نجي الكونكشن ليس. يعني شنو اقصد يو دي بي؟ الكونكشن ليس يعني شنو اقصد بيه؟ اللي هو اليو دي بي زين. يقول لك من نسوي كونكت؟ هذا حكي يعني هيك، مجرد هذا حكي فوق كله هيك كلاوات، ما يعني انا هكي جوا ان شاء الله. يقول لك تحتوي لازم اليو دي بي سيجمنت شنو بيها؟ بيها البورت ديستنيشن، وبيها شنو السورس ديستنيشن، اوكي تمام. يعني شنو هاي كونكشن؟ الدز اني فت سوكت معين، سوكت شنو بي؟ اي بي سورس مثل ما تدرون، واي بي ديستنيشن، وبورت سورس، وبورت ديستنيشن، اوكي. يعني حسب الدز اني السوكت تمام. بس بعد الثاني تجي التوضيح. هسه هنا اكفت يعني بالرسم الثاني تتوضح، بس خلي ببالك في الشغله. يقول لك اذا عندك كونكشن ليس يعني شنو؟ اذا كانت استخدم يو دي بي، اذا كنت استخدم يو دي بي، يقول لك تستخدم سوكتاي واحده للاتصال تمام. تستخدم سوكتاي واحده للاتصال، مثلا كان عندك فاتح اكثر من اتصال، وعندك اتصال نوعه كونكشن ليس نوع يو دي بي، تستخدم سوكتاي واحده للاتصال، اوكي، تستخدم سوكتاي واحده للاتصال زين. اذا كان الكونكشن اورينتد يعني شنو؟ كان تي سي بي، اذا كان تي سي بي لا كل وحده، يعني مثلا حنقول كل تاب تمام، كل تاب ايش نستخدم؟
نستخدمها شنو؟ سوكتاية، او كل سيرفس نستخدمها سوكتاية خاصة بها. هسه اذا كان يو دي بي 1 سوكت، تي سي بي ملتيبل سوكت، يعني كل فور ايتش سيرفس، اوكي فور ايتش سيرفس. هسه نجي نشوفها بالرسم ايش راح يصير. عندك هذا الرسم اللي هو الكونكشن ل دي مالتيبلكسر. زين هسه انت هنا ايش سويت؟ عندك سوكتاي وحده، عندك سوكتاي وحده، تمام. اجيت ارسلت السورس ايش قد مالتك اللي هو البورت هذا سويته انت، والديستنيشن بورت اللي هو مال شنو؟ مال هذا السيرفر. شوفوا ديستنيشن مال هذا السيرفر جبته، اوكي. ليش انا راسل هذا السيرفر؟ راسل شنو؟ هذا السيرفر. زين من السيرفر يرسل لي شنو؟ نعكسهن من السيرفر يرسل لي، يعني انا مرات اصير انا السورس وارسل، مرات لا شو اصير انا؟ اصير انا الديستنيشن وشنو؟ استقبل. فمن يرسل لي السيرفر شو تصير عمليه عكسيه؟ لو شوفون الديستنيشن صار نفس السورس بالعكس، والسورس صار نفس الديستنيشن، يعني العمليه عكست، اوكي؟ عمليه شنو؟ انعكست. لو شوفون كم سوكت اذا عندي اكثر من سيرفس، بس كم سوكت انا دا اشتغل عليها؟ كم سوكت دا اشتغل عليها بالكونكشن ليس؟ دا اشتغل على سوكت واحده، انتبه، دا اشتغل على سوكت واحده اني، واكثر من عمليه دا انفذ، اكثر من سيرفس دا انفذ. هاي انا سيرفس معينه، هاي انا سيرفس معينه، بس بالسيرفر الاساسي ايش عنده؟ عنده سوكت هاي واحده يكمل بها هذول كلهم، يكمل بها هذول كلهم، اوكي. وقلت لك انه هذا يعني لك سؤال، هذا انت جاوبه سهل، مجرد تعكس هندني يطلع لك كذا جيد، اوكي. مجرد يعني اذا نريد نقول مثلا مال السين ستورج جيت هاي 5775، الديستنيشن ايش جيت؟ هو اليوم واصل هذا، اذا 6428، 6428، تمام. ف نجي على الكونكشن اورينتد. هسه خلينا نناقش شنو الكونكشن ليس، وقلنا انه شلون يصير بسوكتاي وحده. زين هسه نجي هنا على الكونكشن اورينتد. كونكشن ليس انتبه، بسوكتاي وحده الكل البروسيس. زين سوكتاي وحده الكل البروسيس. الكونكشن اورينتد خلينا نجي نشوف ايش راح يصير، نجي نشوف شنو ايش راح يصير. يقول لك عندك اربع شغلات: سورس اي بي، سورس بورت، ديستنيشن اي بي، ديستنيشن بورت. يعني صارت كل سوكت هاي ايش بيها؟ بيها مين جايه؟ وش قد اي بيها؟ يعني اي عفوا ايش قد بورتها وايش قد اي بيها؟ وين رايحه؟ ايش قد البورت رايح له؟ وايش قد الاي بي؟ تمام؟ ايش قد البورت رايحة له؟ وايش قد الاي بي؟ يعني البورت مين جاي اكيد؟ بس لحظه، البورت مين جاي؟ من ترانسبورت لاير، والاي بي مين جاي؟ جاي من النتورك لاير، اوكي. وحيسوين دي مالتبلكسر، دي مالتبلكسر قلنا انه يعرف كل بروسيس رايح يا سوكت، اوكي، مثل ما قلنا قبل شويه. زين هسه نجي خلينا نشوف شلون راح تصير عمليه هنا، تمام. هنا شوف شو يقول نون بيرسيستنت اتش تي تي بي ويل هاف ديفرنت سوكت فور اول each request. تذكرون النون بيرسيستنت شنو هو النون بيرسيستنت؟ انه قلنا النون بيرسيستنت اللي هو كل ساعه نطلب، كل ساعه نطلب ريكوست للاتصال، كل ساعه. تذكرون من كنا نقول خمس فايلات شلون نرسلهن؟ كل ساعه افتح تي سي بي كونكشن استقبل الفايل اسيد، افتح تي سي بي كونكشن استقبل الفايل الثاني واسيد، وهكذا. فيقول لك لازم كل ريكوست شو تسوي؟ يصير له سوكت. خليها ببالك هاي ملاحظه كلش مهمه. النون بيرسيستنت HTTP الكل الكل سوكتاية، العفو كل ريكوست سوكتاية، اوكي. زين يقول لك لازم كل سوكت تتعرف مثلا اربع شغلات، خليها ببالك. زين نجي هنا هذا شنو صار كونكشن اورينتد. قلنا بالكونكشن اورينتد الكل سيرفيس اكو شنو سوكتاية خاصة بيها. زين كم سيرفيس عندي او كم بروسيس عندي؟ هاي وحدة، هاي اثنين، هاي ثلاثة، تمام. اذا لازم كم سوكت عندي؟ ثلاثه. هاي واحده، هاي اثنين، هاي ثلاثه. لو تشوفون توجيه صاير هاي الهاي،
هاي الهاي وهاي الهاي، افتهمتون شلون اخوان؟ افتهمتون شلون؟ كل سوكتايه، عفوا كل بروسس لها سوكتايه واحده. ليش؟ يعني انا ايش دا اقول؟ دا استخدم شنو؟ الكونكشن اورينتد اللي هو التي سي بي. زين، اذا اجي هنا انا ادرسل الاي بي مال الاي اللي هو هذا، يعني مال الهوست اي والسورس، مثل قلنا قلنا عندي بعض الشرط، يعني عندي اي بي وشنو وبورت. ليش؟ لان صار عندي اكثر من شنو؟ صار عندي اكثر من بروسس، صار عندي اكثر من بروسس بدي اميزها، مو بس بروسس واحده عندي انا وهاي ادزها، لا، صار عندي اكثر من بروسس لازم شنو؟ اميزها، او عفوا اكثر من سوكت لازم اميزها. تمام؟ فلو تشوفون هنا، لو تشوفون هنا شنو؟ عندي السورس اي بي والديستنيشن اي بي، وطبعا البورت مالتهم، اوكي مال هذا، اوكي انا هسه البورت هذا شنو نوعه؟ هذا نوعه HTTP. ليش؟ لان هذا البورت ايش قد؟ 80. بورت ايش قد؟ 80. اذا هذا نوعه شنو؟ HTTP السيرفر. تمام؟ كذلك من رسائلهم شنو؟ مجرد عكسهم، حط السورس مكان الديستنيشن والديستنيشن مكان السورس، اوكي مثل ما تشوفون هنا مجرد عكسهم. بس هاي توجهت شنو؟ توجهت السوكت معين، توجهت شنو؟ السوكت معينه. كذلك هنا اكو تو بروسس، كل بروسس توجه شنو؟ السوكت معين، كل بروسس توجه شنو؟ السوكت معين. فصارت كل بروسس هاي لها سوكت هاي واحده، اوكي. هذا يسموه الكونكشن اورينتد. نوع السيرفر مثل ما قلت لكم HTTP. شلون عرفت HTTP؟ لان البورت ايش قد؟ البورت 80. البورت ايش قد؟ 80. زين، هنا اكو سؤال، اكو سؤال شلون صار ذني من موجود علي صار اكو اوكي امور ان شاء الله، ان شاء الله اوكي. تمام، زين، هسه نجي نكمل على نكمل على الثريدد سيرفر. هناك في حال اكو المالتي ثريدد، المالتي شنو؟ المالتي ثريدد هاي شنو؟ من اسمها مالتي ثريدد، خدناها بالاوسع تتذكروها، انه لازم السيرفر يعني مكان ما كل ساعه يقوم ببروسس وحده، يقوم شنو؟ يقوم مالتي بروسس سيم تايم، اوكي؟ يقوم مالتي بروسس سيم تايم. ترى تشوفون بالسابق كان شنو؟ ليش ما يرجع هذا؟ بالسابق كان كم بروسس عندي؟ ثلاث بروسسات، كل بروسس هي شنو؟ تشتغل بسوكت، تمام؟ تكمل هذا السوكت ويجي السوكت. ايش قال هسه؟ قال لا، قال مالتي ثريدد صارت عندي، صارت بروسس وحده هي تقوم شنو؟ تقوم بكل شيء، تمام؟ صار عندي بروسس وحده هي تقوم بكل شيء، فيسموها ثريدد سيرفر، اوكي؟ يعني يشتغل هذا مالتي ثريدد، اوكي؟ يشتغل شنو؟ مالتي ثريدد. زين، هناك الامور طيبه اعتقد، ما بي اي شيء، مجرد مدخل للترانسبورت لاير، لسه ما سوينا اي شيء، مجرد فد شيء بسيط هذا، الدي مالتبلكسر، الكونكشن اورينتد، والكونكشن ليس، وقلنا الكونكشن ليس يكون سوكت هاي وحده لكل البروسيسات، هنا أنا يكون شنو؟ يكون اكثر من سوكت اكثر من سوكت بكل بروسس، يعني كل بروسس لها سوكت هاي واحد، اوكي فور ايتش يعني سوكت. ومثل ما قلت لكم نون بيرسيستنت كوميونيكيشن او كونكشن، عفوا HTTP كونكشن، شنو يكون؟ يكون الكل ريكوست سوكت هاي خاصه بي، الكل ريكوست شو تكون؟ سوكت هاي خاصه بي، وحكينا ما بتتريدد. بس نجي على الكونكشن ليس ترانسبورت اللي هو اليو دي بي، حكينا هناك وحكينا بالمحاضرات السابقة وحكينا بالاستعدادات السابقة شنو هو الكونكشن ليس، شنو هو الكونكشن ليس. تمام، قلت لكم انه هذا يكون يشبه الاي بي، يكون شنو؟ يكون يشبه الاي بي، تمام؟ تكون شنو؟ غير مرتبة، تمام؟ يعني ما يهمه، غير مرتبة، يضيع بيانات، تضيع ما تهمه ضياع، اوكي؟ بيانات غير مرتبة تكون، زين؟ ما يسوي هاند شيك، يعني شنو؟ ما يشيك بين
يعني مثلا دزيت انت السندر ما يجي يشيك وياك هل هي وصلت لك مثل ما اريد اني لو لا، تمام ما يهمه تمام. يقول لك ماكو ما معتمد يعني بالتي سي بي، بالتي سي بي شنو قلنا بالتسلسل معتمده يعني اذا وصلت الاولى توصل الثانيه الثالثه ترسل يعني وهكذا يعني بالتسلسل يرسل اوكي يرسل لازم بالتسلسل. هنا يقول لك لا ما حد يعتمد كل واحد ما معتمد على الثاني يعني ما حد معتمد على اخر كل من وحده كل من يشتغل شنو وحده. التي سي بي وين نستخدمه؟ نستخدمه مثل ما قالين بالبث المباشر للمالتي ميديا اوكي يعني تكون شنو تكون حساسه للسرعه ريت سنسيتيف تكون حساسه للسرعه اي البث ما يصير ديلي بالبث لازم بس ممكن يضيع كم بايت كم كلمه تضيع مثلا سدابث اني دا احكي ممكن يضعف قد النت اني يقول لك انا اهم شيء توصل البيانات ما يهمنا ضعيف النت مو ضعيف ارسل فيجوز من دي يرسل هو النت ضعيف اصلا يصير لوس بالديتا فيقول لك ما يهمني عادي. بالدي ان اس هم يعني نفس الشيء والاس ام بي هم يعني نستخدم شنو اليو دي بي تمام نستخدم شنو اليو دي بي. يقول لك ريالابل ترانسفير اوفر يو دي بي يقول لك ممكن نخلي وثوقيه باليو دي بي ممكن نسوي وثوقيه باليو دي بي زين شلون نسوي وثوقيه؟ هاي عمليه تكون برمجيه يعني انت من نسوي ابلكيشن خلينا نقول يشتغل على اليو دي بي تمام نسوي ابلكيشن يشتغل على اليو دي بي تقوم تشيك سيجمنت تمام تشيك هل واسطه صحيحه ولا لا هاي اكو ناقص هل تسلسل هاش جيت فتقدر تضيف ريالابل إلها اوكي بس بالتالي ايش راح يصير عندك هاي من السو كونديشنز وهكذا انت تشيك البيانات او ترجعها اذا مو صحيحه راح يصير شنو راح يصير تاخير فبس هاي يعني اقول لك ممكن ان تشتغلها برمجيا تضيف الوثوقيه عن طريق التطبيق اوكي ممكن نضيفها برمجيا اوكي زين هنا اكو سؤال من هنا زين نجي على شنو على اليو دي بي سيجمنت هيدر اليو دي بي سيجمنت هيدر اوكي اليو دي بي سيجمنت هيدر شنو يقصد بيها عنده السورس وعنده ديستنيشن وعنده لينث وعنده checksum وعنده البيلود اللي هنقول الحموله مالته او اللي يريد يدزها يعني المحتوى خلينا نقول الكونتنت اوكي الداتا اللي يدزها زين ويحتوي على البورت ديستنيشن والسورس ديستنيشن اوكي السورس بورت والديستنيشن بورت سورس يقول لك نو كونكشن استابلشمنت اوكي ليش؟ لأن ما هو connection less يعني شنو تدري أنت connection less يعني هو من ينشئ اتصال ويسوي هاي التفاصيل كلها إذا سواهن هذه شو يسوي؟ يسوي عنده delay يعني وين يسوي request يعني تذكرون قلت لكم يسوي طلب request للاتصال وإنه يرجع للطلب للاتصال إنه يديرث لا هاي عملية يسوي delay فهو يريد بسرعة يريد تمام؟ ف no connection أوكي وبسيط مجرد يدز وخلاص ماكو السمول سايز هيدر الهيدر هذا بناء مالته يكون ما بيفيد بيانات هواي شيء بسيط اوكي سمول صغير وماكو كونجكشن كنترول ولا فلو كنترول هذا اللي شنو هذا اللي نجيهن الفلو كنترول والكونجكشن طبعا شرحناها الكونجكشن كنترول شرحناها الكونجكشن كنترول والفلو كنترول شرحناها بالفيديوهات السابقة شرحناها شنو الفيديوهات السابقة أوكي تمام هسه نجي نشوف الستايد التالي شنو هو اليو دي بي تشيكسم نكمل اليو دي بي حكيناها السيجمنت هيدر اللي بيها السورس والديستنيشن واللينث والتشيك سام هسه شوف شنو هو التشيك سام
قلنا هاي التفاصيل مال اليو دي بي اللي هي نو كونكشن، اللي هي كونكشن ليس يكون، والسمبل بسيط وسمول اللي هي هيدر ما بي تفاصيل هواي. وقلنا بي شغلتين، ما بي كونجكشن كنترول ولا فلو كنترول، لان شنو انها سنجي نشوفهم بعدين بالتفاصيل ان شاء الله، نشوفهم بالتي سي بي اللي هن اصلا موجودات بالتي سي بي. انا معكم زين. اليو دي بي التشيكسم، التشيكسم معناه مال اليو دي بي، التشيكسم معناه مال اليو دي بي. زين هذا شنو هو؟ بين السندر وبين الرسيفر، يعني شنو الهدف منه؟ هو شنو هو الهدف منه؟ انه الهدف يشوف من رساله اتا سيجمنت او رساله باكيت، هل هاي الباكيت من الرسلت، الباكيت من الرسلت هل هي كامله والامور طيبه، يعني السيجمنت عفوا السيجمنت هل هي وصلت تمام كامله لو بها مشكله؟ فشلون يعرف بها مشكله لو لا؟ عن طريق التشيك سام، يحسب التشيك سام. اذا كانت نو يعني يعني ماكو اي يعني ماكو ايرور، واذا طلعت يس يعني اكو ايرور، ويجي يعالج ايرور. تمام، يجي شنو يعالج ايرور. شلون عمليه التشيك سام؟ هسه راح نجي نشوفها ان شاء الله. هسه نجي نشيك عمليه التشيك سام. مثلا عندي هاي البتات اللي هي 16 بت، اوكي 16 بت، انتبه 16 بت عندي، اريد شنو؟ اريد اسويهن تشيك سم. اوكي اسوي شنو؟ تشيك سم منهن. اوكي هسه اجي اجمعهن، اجي شنو اجمعهن؟ 0 1 1 1 و 0 1 تجمعهن، راح يطلع عندك بالاخير شنو؟ بتجمع من تجمعهن يطلع لك اكو كاري ايش قد قيمته؟ قيمته 1. أنا شريد أي نتيجة لازم 16 بت، أريد لازم 16 بت. فشي يقول لك؟ فشي يقول لك النتيجة من نسبة 16 بت؟ شي يقول لك شلون؟ يقول لك هاي هسه 16 بت صارت، أكو بت زايد، فشو تسوي؟ ترجع تضيفها من جديد، تضيفها، زين شلون أضيفها؟ رجعت 1 1 0 والباقي 1 باليد، يعني هيك تصير 1 1 هاي ماكو هنا 1 1 1 0 ماكو 1 باليد 1 1 صفر وك واحد باليد واحد وصفر واحد وك صفر باليد. من يصير صفر باليد معناها شنو؟ معناها بعد ما احتاجه. فشنو لو تشوفون من انا وهيجي نزلت نفسه، من انا وهيجي نزلت نفسه هذا، اوكي نزلت نفسه، بس اول شيء صار التغيير، البقيه شنو؟ نفسه نزلته، البقيه نفسه نزلته. اوكي هذا يطلع لي الصم، هذا شنو هو السم. زين التشيك سم شنو؟ التشيك سم كومبلمنت مال السم. التشيك سم هو شنو؟ هو الكومبلمنت مال منو؟ مال السم. لو تشوفون اذا كانت صفر صفر صارت واحد واحد، صفر واحد يعني هذني مجرد الصفر يقربها واحد، الواحد صفر يقربها صفرين سواء واحدين يعني. هذني الاربع اصفار عفوا 4 1 3 سواء 4 اصفار، وهكذا مجرد يطلع لي الكومبلمنت مالته. وهو هذا التشيك سم اللي هو يشيك بيه ويا الريسيف، يعني من توصل يعني من اجهزها اني هاي التشيك سم، واحطها وين؟ احطها بهاي السيجمنت. طيب اخوان احطها وين؟ احطها بهاي السيجمنت هنا، احطها بهذا المكان. تمام زين. بعد شنو؟ بعدها شنو؟ بعدها اجي من يعني من اجهزها الريسيفر شو يسوي؟ يجي يشوف هاي 16 بت هل هي تمام لو لا، يعني هم يعني يسوي صم هو، اوكي ويشيك يعني يسوي صم للبتات. انا مطي جاهز الصم، هو يجي البتات عنده هم يعني يجمعهم، اذا طلع نفس التشيك صم هذا اذا الامور طيبه، اذا لا جمع وطلع فد بت مختلف يعني شنو؟ يعني اكو مشكله، يعني شنو؟ اكو مشكله. هنا انا بدي اقول لك انه شلون العملية مال الادنج اللي تصير هنا. أنا اوكي شباب، هنا أنا اوكي بتشيك سم، اكو سؤال تشيك سم بي سؤال. زين البرنسبل، البرنسبل راح نجي نترك، انتبهوا لنا شوية، راح نجي نترك من سلايد 20 نترك
لحد سلايد 40 نروح قبل. اوكي من سلايد 20 هذا كله متروك لحد سلايد 40. اوكي لحد سلايد شنو 40 بقيه كله متروك. اوكي ما اعرف فاينل ستيت ماشين كله متروك من سلايد 20 لحد 40 مباشره ننتقل. زين هسه نجي بعد وصلنا هنا وصلنا ال سواء زين هسه نجي عندنا السندر وعندنا الريسيفر. السندر داز باكيت زيرو ورجع له شنو اشعار بالوصول هذا النولو يعني ماكو اذا ماكو ضياع انتبه اول اكشن اذا ماكو ضياع تمام اذا ماكو ضياع شنو داز باكيت وصل له شنو اشعار بالوصول داز باكيت الثانيه وصل له اشعار بالوصول داز باكيت وشنو وصل له اشعار بالوصول لهنا انا اكو ضياع بالبيانات لا ماكو فايش سوى سوى نولوز يعني ماكو ضياع اذا اكو ضياع خلينا نشوف شو يسوي هسه خلينا نجي هنا اكو باكيت لوز يعني اكو باكيت ضاعت كذلك عنده سيندر عنده ريسيفر عنده شنو سيندر وريسيفر اجى سوى اجى سوى سيند بالباكيت وجاء اشعار بالوصول يعني ليش دي يشتغل شنو هنا اورينتد كونكشن يعني شنو من توصل شنو عفوا من يرسل باكيت يتاكد منها وصلت لو لا مو بس يدزهن مو بس يدزهن وخلاص يعني شنو ده نستخدم التي سي بي نستخدم شنو التي سي بي تمام فهنا دزها الباكيت رجع له اكنولجمنت شنو وصلت سوى سيند باكيت ثانيه ما وصلت رجعت زين من يدز الباكيت يعني شنو يصير مثلا يحطها تايم اوت مثلا هو يفترض ان الباكيت توصل يعني از يوجوال انها توصل 10 ثواني خلينا نفرض هو شيء يقول لا انا اعطيها مثلا 20 ثانيه تايم اوت يجي 20 ثانيه هي يكون شنو تكون واصله يعني واصله ب 10 ثواني وراجعت لي ب 10 ثواني يعني كذا 10 ثواني واصلت لي رايحه وراجعه انا حط ايش قد 20 في حاله شنو هاي 20 هاي 20 شنو في حالة ضاعت الباكيت خلاص مو أظل ننتظرها وأظل ننتظر لا تايم إلها معين تروح وترجع بي إذا ما رجعت بهذا التايم أعطيها أنا طبعا يعني مثلا كان 10 هي الروحة والجيانة أعطيها 20 مثلا ضاف التايم مثلا إذا ما وصلت شنو أسوي أسويها تايم أوت وأسويها ريسيند فشوفون سيند باكيت بي 1 وياي لوس ضاعت الباكيت بي 1 ايش سوى هنا خلاص التايم اوت يعني انتهت سواها شنو ما يعني ما جاء اشعار بالوصول ايش سوى هنا سوى ريسنت المن للباكيت 1 وجاء اكنولجمنت سوى ريسنت للباكيت سوى سنت للباكيت 0 وهكذا كمل من يصير شنو لوس ما يقول لك خلاص انا ما يهمني ضاعت ما يهمني لا شو يسوي يسوي ريسنت وهذا من الكونكشن اورينتد اللي هو مال التي سي بي مال التي سي بي لازم التايم اوت خلينا نحكي عليه لازم التايم اوت ما يكون مثلا هي خلينا نفرض هي تروح وتجيب 10 دقائق 10 ثواني انا اخوان ما اسوي التايم اوت 5 ثواني شلون اسوي 5 ثواني هي ما واصله وانا اسوي تايم اوت لا لازم التايم اوت شنو يكون عادي زين بس هو مو عادي كلش يعني مو انا 10 ثواني اخليه ينتظر لساعتين لا مو منطقي مثلا اقول له طب 10 ثواني اعطيك 15 ثانيه 20 ثانيه حرب التايم اوت 20 ثانيه 15 ثانيه يعني اكثر من التايم مارتك تروح وتجي راوند تريب تايم اكثر منه اوكي بس مو اكثر منه بهواي ولا اقل منه تمام يعني لازم شنو تكون يعني فد مقياس هسه عندي نشوفها ان شاء الله هي التايم اوت والراوند تريب تايم نشوف شنو مقارنه بيناتهم تلك في المقدمه انا عليها نجي نشوف ان شاء الله زين هنا اكنولجمنت لوز انا على شويه كنا باكيت لوز هنا اكنولجمنت شنو لوز اجاني دزينا باكيت زيرو اجاني اكنولجمنت باكيت وان دزيتها اكنولجمنت ما وصل لي يعني انا دزيتها والله انتظر تايم اوت للباكيت شغلت يجيني اكنولجمنت هسه هي ما وصلت مو الباكيت ضاعت الباكيت الرسلت المن للسيرفر الباكيت شنو
البكت شنو؟ أرسلت لمن؟ أرسلت للرسيفر تمام؟ بس شنو؟ ما رجعت، صارت لوز بالرجعة مالتها، صار اللوز بالرجعة. أنا as usual وش حطيها تايم أوت، إذا ما رجعت لي بهذا التايم أوت شو أسوي؟ أعيد إرسالها، فسوى ريسيند للباكت بي 1 أوكي؟ قال له detect duplicated، يعني يقول لك هاي موجودة عندي يعني شلون جتني وهاي تمام؟ فشي يسوي لها؟ يسوي لها send acknowledgement، يعني هو شاف إنه هي عدة فشنو؟ دز الاكنولجمنت كانما سوى ريسيند للاكنولجمنت وكمل استقبله وراح يكمل هكذا. بس هنا شنو اكنولجمنت لوز، انه الاكنولجمنت هو اللي يضيع. قبل شنو كان؟ قبل شنو كان الباكيت؟ هي بعد ما راح الاكنولجمنت هي ضاعت. اوكي، او بحالتين شيء يسوي؟ بحالتين يسوي تايم اوت. زين، النوع الثاني عندك سيند باكيت 1 acknowledgement packet 0 send packet 1 تمام send packet 1 وشنو رجعت لي شنو رجعت لي ورا تايم معين رجعت لي شنو ورا تايم معين يعني انا دزيتها تمام وانتهى التايم اوت مالتها دزيتها مره الاخ الاولى ما ضاعت هي الاولى ما ضاعت تاخرت خلينا نقول بسبب النت بسبب أخرت بسبب النت أو سبب الباندويث أو غيرها أوكي بسبب الباندويث أو غيرها يعني أخرت بالوصول يعني إخوان صار أكو ديلي صار أكو ديلي يعني أنا دزيت باكت 1 قلت أعطيني أي اكنولجمنت هي ما ضاعت بالموضوع قبل نقول ضاعت هنا أنا ما ضاعت هنا أنا توصل بالطريق أنا حطيت تايم أوت مثلا أنا مفترض أنه توصل لي وتروح تجيب 10 ثواني حطيت تايم أوت جيت حطيت تايم أوت 20 تمام بس هي صارت فتشي مثلاً راحت بغير باس هاي راحت صارت وقت مارتها 25 ثانية أكثر من التايم أوت التايم أوت شنو معناها؟ معناها يسوي ريسيند للباكت فهنا أنا دزيتها أنا صار تايم أوت ما وصلت لي إيش سويت؟ سويت ريسيند لها سويت شنو ريسيند ورا الريسيند جاني رجعت لي الباكت رجعت لي فلازم شنو؟ صار هم يعني شنو؟ صار ديتكت دبليكيتد يقول لك هاي دزيتها أنا قول له اوكي دز لي اياها مره لخ فهمنا شنو دزها مره لخ فش صارت دزت شنو ومره لخ رجعت اوكي تمام وهكذا تكون شنو هكذا تكون انه اكو ديلي ياثر عليها اكو ديلي ياثر عليها مو ضيع يعني مو ضيع ديلي اثر على وصولها وصح نجي تكون حنجي نشرح التايم اوت ونشرح شنو الراوند تريب تايم نشرح الراوند تريب تايم زين هذا ما مطلوب عندكم الرياضيات ما مطلوب اوكي يعني ما شرح الدكتور اصلا ولا اجا اوكي طبعا هذا ودي يحسب لنا الديلي دي يحسب الديلي شلون يصير احنا حكينا فوق دي يحسب الديلي شلون كان يصير حسب الحالات السابقه تمام والبقية ما مطلوبات مال RTT زين هذا هنا أنا أمينه ما مطلوب أتكم إنه بس مجرد يقول لك سيندر وعندك الرسيفر هاي الروحة والجاية هي تحتاج RTT أكيد زائد شنو الدلة يعني زائد شلون نقول وقت النقل وهاي أوكي إحنا نعرف شنو هاي خذناها الدلة نعرفها وخذناها بس يقول لك الار تي تي يعني الدليل الكلي شو يصير الدليل الكلي الار تي تي اللي هي راوند تريب تايم الروحه والجايه بس بالاضافه الى الدليل اللي يصير بالاضافه الى الدليل اللي هو اللي يكون اللينث الار يعني شنو عدد البتات والار اللي هو الرايت اللي هو هذا يا هو يا ديلي هذا الترانسميشن ديلي اللي هو يعتمد عليه على باندويث خدنا بالمحاضره الاولى وطبعا ان شاء الله اسوي لكم فيديو خاص بس بمن فيديو خاص بالرياضيات ان شاء الله فهنا انا اقول لك حيصير بهالصوره انه راوند تريب تايم يجمعها يعني انا ما داخل اصلا عندكم ما رقم الدكتور اوكي ما اتطرق هذا بسوي عن صوره عامه الترانزميشن ديلي عندكم يعني موجود شرحناه احنا قبل لا نرجع قلت لكم فد شيء انه الراوند تريب تايم والويت عفوا التايم اوت تايم اوت شنو لازم يكون
بعدد يعني مثلا افرض اقول له يروح منا على بغداد بساعتين، اوكي مثلا انا مو اجي اسوي التايم اوت نص ساعه، ما يصير، ولا اسوي التايم اوت يومين، هم يعني ما يصير. التايم اوت لازم اختاره بعنايه، يعني مثلا اقول له هو ساعتين، اقول له افرض 3 ساعات، لازم كون راجع لي ب3 ساعات، مو اقدر راجع لي بيومين، اكيد راجع لي بيومين يعني، بس حصير شنو؟ راح يصير الدليل عندي كلش عالي، يعني انتظر تايم اوت يومين وين اكو هيك شيء، تمام؟ اكو هيك شيء. ليش؟ اذا ضاعت حرام ترى يومين يلا اسوي ريسنت، يعني تخيل اذا عندك ملف ترى يومين يلا اسوي ريسنت، اوكي؟ فعمليه شويه لازم تختارها بعنايه. زين هسه نجي البيبلاند بروتوكول، اوكي؟ بيبلينج او بيبلاند بروتوكول، اوكي. هذني شنو؟ هذني نحن ناخذ، نحن طبعا عندنا نوعين اللي هي الجو باك ان وشنو؟ السلكتيف ريبيت. هاي انا فكرته شنو؟ فكرته الدز اكثر من باكيت، تمام؟ اكثر من باكيت وتنتظرهن، اوكي؟ يعني الدز شمرهن وتنتظرهن يرجعن. راح نجي نشوفهم بالتفاصيل ان شاء الله، راح نجي شنو؟ نشوفهم بالتفاصيل، بس الفكره ان الدز اكثر من باكيت وتنتظر شنو؟ الاكنولجمنت مالتهن يرجع، اوكي؟ زين اكو فت اسنج ان شاء الله فت شيء اسمه بفر. هذا البفر اللي هو شنو؟ ينتظر، يعني مثلا اذا زين اكثر من واحد ينتظر بوفر النوب، شنو النوب؟ لحد ما يرجع الليل، لحد ما يرجع شنو الجواب مالته. زين خلينا نجي نشوف شلون راح يصير هذا التفاصيل، احنا نجي نشوف التفاصيل شلون راح يصير. هذا مثل ما قلنا السلايد انه رياضيات، بس بير ترانزميشن ديلي مهم، مو مهم او انه شارح يعني بالمحاضرات الاولى. هسه نجي فد شيء اسمه الكوباك ان والسلكتيف ريبيت. وشنو؟ والسلكتيف ريبيت. زين هذا شنو؟ ذني نوع بروتوكولات اثنين مثل ما قلت لكم، ذني بروتوكولات اثنين مثل ما قلت لكم راح نتعامل وياهم، تمام؟ انا افضل قبل لا نبدا هاي البروتوكولات نوقف الفيديو لان اعتقد صار طويل، تمام؟ راح نوقف الفيديو نسوي بارت ثاني، تكمل بالبارت الجاي.